اسيوطي. حكايه الولد اللي بيحلم ده مش داخله دماغي ابدا، ومعتصم انت عارف اسلوبه. ايه رايك لو تجرب انت؟ سيادتك انا كنت مستني التكليف ده من بدري يا فندم. ولا نيابة ولا انتوا بتوع الكهرباء؟ قول لك نظر، انت مش صاحي من النوم؟ ما شفتناش في الحلم ولا ايه؟ We received the following excerpts describing the great event. This year, the show is expected to... ظبطناك بتوزع المنشورات دي في شارع قصر النيل. أنا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. أمال فين المقدم معتصم الألفي؟ الألفي خلاص ما عادلوش دعوة بيك. أنت دلوقتي تبعي من اختصاصي. قضيتي. عرفت إزاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان ايه؟ كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم. كويس. كان ايه؟ كابوس. كابوس. في حاجة يا معتصم؟ أنا آسف يا فندم، بس إذا كان أسلوب شغلي مش عاجب حضرتك، ممكن تعفيني من المهمة دي؟ إنما إن المصدر بتاعي يتعرض للسخافات بتاعة الأسيوطي، اللي عمرها ما جابت أي نتيجة، ده شيء لا يمكن أقبله أبدًا. وعرفت إزاي يا معتصم؟ يا سيادة اللواء، حضرتك عارف كويس إن إحنا جوه لعبة، عارفين قواعدها، وقبلنا بيها. فما فيش قدامنا غير الصراحة. حسن بهلول ده قضيتي أنا. طيب. اقعد يا معتصم. ولغاية إمتى هتسمح له يلعب بيك ويهرب بالحقيقة منك؟ حسن ما بيهربش بالحقيقة. حسن بيعمل اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغنا إحنا. أنا كان كل همي إنقاذ اللاجئ السياسي، لكن حسن كان كل همه إنقاذ الطفلين. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. إحنا بنشوف شغلنا، لكن هو بيشوف اللي هو شايفه صح. إحنا ليه مش عايزين نطول بالنا عليه؟ دي طريقة الأسيوطي. وصدقني في حالات كتير قوي بتجيب نتيجة. يعني حضرتك كنت عارف؟
صدقني اللي حصل لك ده حصل من ورا ظهري. انا لو كنت فشلت معاك كان واحد غيري استلمك واستعمل القسوه معاك زي ما حصل لك بالظبط. ايه رايك يا حسن بدل عادتك دي ما تيجي تشتغل معانا مرشد يعني حاجه زي كده؟ سياده المقدم انا عين البلد مش عين الحكومه. بس حضرتك بتعرف تنشن كويس. اصلها كانت هوايه قبل ما تكون مهنه. انا كمان بعرف انشن كويس، كنت بلعب زمان في مدى رفاعي لعبه النشال، سبت مره علب السجاير شربتها كلها مره واحده. ممكن اجرب؟ هو ممنوع بس ممكن تجرب. خد بالك ها عشان الريكويل قصدي الرده. هضرب على طول. مسدس جامد اهو. شديده جامد. ازيك يا معتصم؟ اهلا يا اسيوطي. ولا لا؟ طبعا هتجوز. يبقى الاسبوع ده. يبقى مش هتجوز. يبقى تتفضل تروحني زي ما جبتني هنا. عادي طيب عادي زي ما اكون بتتكلمي جد. عارف سني كام سنه وعارف سنك كام سنه؟ هنستنى ايه اكتر من كده؟ لما نقعد قدام التلفزيون ونفرد على ركبنا بطانيه من البرد. اهو ما حدش بيقدر يتجوز الا هو قادر على مصاريف البيت. امي دبرت لك كل حاجه. وانا هبقى الصبي بتاع امك. ما تصبري اكتر من ده صبر. وبعدين انا مستعد اصبر لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنه تقول لي السنه الجايه السنه الجايه وتيجي السنه الجايه اقلع من اللي قبلها وحتى تتقل اكتر من اللي فاتت. الله الله جراها النو. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا ما اقدرش اتجوز حبيبتي وانا مش قادر افتح بيت. ايوه كده اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنه سنه. ما هو خلاص ما انت اكلت وشربت وحضنت وبوست وكل. الله 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 ده كلام يتقال برضه؟ في ناس قاعده جرالك ايه؟ لا ده انا لحمي مر والهدوء لازم. ماله بهناك؟ عشان ابويا حلاق. ها؟ ابويا حلاق؟ ضحكت عليا سبع سنين. كان زماني متجوزه ومخلفه. ان الواحد منهم يروح المدرسه. دي مصدر واحد عيلها. يا لهوي. انت قالك روح الاحداث يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. مستقبلك دي مصدر واحد عندها مستقبل يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. انت اللي غلطانه وتستاهل اترقبتي كمان. ده شكله باين عليه نصاب. يا مالك يا وليه ما تخليكي في حالك. مالكش دعوه بيها يا الهاني ما قالكش حاجه غلط. انت قليل ادب. انا مش هتكلم معاك انا هتكلم مع والدك. قوم يا بنت. ما تسيبها يا اخينا انت عامل لي فتوح. انت مالك واحد وخطيبته. خطيبتك ده ايه بعد ما بهدلتني؟ انت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده. انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود قدامي قدامي.